هو عليك حتى ولا احنا محتاجين والله فرصه ممكن ما اكونش بثلاث ايام ممكن اكون حتى تضربني. فطبعا حاولنا ممكن يعني الى الساعه السادسه. استاذ محمد عامس بدلنا مجهود كبير والحلول اللي الان لازم تبدأ. انا قلت يوم كنت نحاول قلت على الامور الظروف بتاع البلاد المفروض يكون دلنا. أن النقابة العامة للمخابز منذ أن بدت هذه الأزمة في أيامها الأولى بارتفاع أسعار رغيف خبز، تولت النقابة العامة دعوة جميع الأطراف المعنية بالأمر في البلديات وهم المندوبين مندوبين المخابز في البلديات، وتولينا بشكل مباشر الاستمرارية أو التنبيه في الاستمرارية بالعمل بما هو موجود على أرض الواقع وهو تسعيرية رغيف الخبز حسب ما صدرت عن سيد وزير الاقتصاد والصناعة في الأشهر الماضية. ولكن للأسف الشديد طبعا واجهتنا عدة صعوبات وكنا ننتظر في يوم 3/1 وهو اليوم اللي يحدد فيه فتح الاعتمادات أو البدء بالعمل بقرار تحديد سعر الصرف اللي صادر عن مصرف ليبيا المركزي أو عن المجلس الرئاسي. يعني من خلال متابعتنا لهذا الموضوع حتى تكون الصورة أوضح، رأينا بشكل الحقيقة مباشر ارتفاع أسعار الدقيق من اللحظات الأولى لصدور القرار، وكانت الأسعار في ذلك الوقت قبل صدور القرار يعني أدنى سعر الدقيق، يعني أقل سعر الدقيق كان 130 دينار من الشركة العامة للمطاحن والعلاف، وأيضا كان أعلى سعر الدقيق من المطاحن ذات الجودة العالية هو 150 دينار. فارتفعت الأسعار من 150 دينار إلى 200 و210 دينار و220 دينار في لحظات، وهذا ما سبب إرباك في قطاع المخابز وسبب إشكالية في عملية الحصول على مادة الدقيق بشكلها الرسمي أو بسعرها الرسمي. أيضا حاولنا التواصل مع وزارة الاقتصاد والصناعة في هذا الأمر، ولكن للأسف الشديد طبعا دون جدوى أصحاب المطاحن لا توجد سيطرة عليهم بشكل مباشر من الوزارة، وأيضا أصحاب المطاحن قد يكون أخفوا بعض الكميات من القمح، وطلبنا من الجهات المعنية بالأمر عبر وسائل الإعلام تتولى السيطرة على كل الكميات الموجودة داخل المطاحن حتى يتم تسخيرها لعملية تصنيع رغيف الخبز، ولكن للأسف الشديد الأمر تولى بالعكس وأصبحت المتابعة في أصحاب المخابز والإلزام أصحاب المخابز بالالتزام بتسعير رغيف الخبز وفقا لقرار السيد وزير الاقتصاد والصناعة، ولكن هذا للأسف الشديد لا يتأتى في الوقت الحالي. فيعني مجمل الحوصلة احنا طبعا نتابعوا في الامور على كتب باستمرار، فاصحاب المخابر اصحاب المخابز بشكل عام نادوا بانفسهم ويعني اجتمعوا في بلدية بوسليم في المعهد الصحي بيت التسميه، وتم الاتفاق نتيجة للإجراءات اللي اتخذت حيالهم من قبل الإجراءات الجهات المعنية والجهات الضبطية بالالتزام بالأسعار السائدة في السابق، وهذا زي ما قلت في البداية لا يتأتى، وأصحاب المخابز قفلوا مخابزهم نتيجة لعدم قدرتهم على المضي قدما في عملية توفير الرغيف بالشكل اللي هو كان محدد بسعر تسعيرة الاقتصاد. عليه حاولنا الاتصال بشكل آخر بوزارة الاقتصاد، والتقيت مع وزير الاقتصاد وحاولت توضيح الصورة بشكل واضح، ولكن للأسف الشديد السيد وزير الاقتصاد ليس لديه يعني مسؤولية في عملية فتح الاعتمادات، وهذه أمر يرجع للسيد محافظ مصر المركزي، وما علمنا به من خلال تواصلنا مع بعض المطاحن العاملة داخل الدولة الليبية أن الاعتمادات لم تفتح لأصحاب المطاحن منذ 15/8/2020 حتى إلى الإجراءات اللي اتخذت أخيرا بشان فتح الاعتمادات وفق لسعر الصرف. هذا أيضا يعتبر عائق. ما علمنا به أيضا تباعا في هذا الموضوع هو عملية ارتفاع سعر القمح في السوق العالمية، أيضا هذا بشكل كبير حيأثر في المستقبل في عملية سعر الرغيف وارتفاع أسعار الدقيق. أيضا بالمقابل أصحاب المطاحن يتكلموا على قضية حتى الإجراءات الداخلية بشان فتح الاعتمادات. فتح الاعتمادات الأخيرة يعني وفق لسعر الصرف
يعني ب 4 جنيه و48 قرش، وفي السابق كانت ب 3 جنيه و80 قرش. طبعا هذا يعتبر فارق، ايضا في فرق، وبالتالي يشكل عبء على قضيه سعر الدقيق، وبالتالي يعني تعتبر فيه اشكاليه كبيره جدا. ولكن احنا بفضل الله وبفضل المخلصين وكل الناس الخيره التقينا اليوم بناء على دعوه من الاستاذ محمد قدح رئيس غرفه التجاره والصناعه، وذلك لوضع الامور في نصابها، وحتى نضمن يعني بشكل او باخر سرعه توريد الماده الاساسيه وهي ماده الدقيق. فكان في هذا صباح هذا اليوم وفي هذا اللقاء السيد محمد قدح كان عنده تواصل مباشر مع السيد المحافظ، وتم الاتفاق على حل الإشكالية بعون الله في أسرع وقت. وفوجئنا بالأمس أن السيد رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج موجه كتاب للمحافظ بشأن الاختناق اللي حاصل في قضية أزمة الدقيق أو عدم وجود مخزون استراتيجي مهم جدا. يعني لما نقول عدم وجود مخزون استراتيجي يعني الحقيقة للأسف تعتبر كارثة. يعني دولة ما عندهاش مخزون استراتيجي، رغم أن هناك بعض المطاحن قد نبهوا لهذا منذ فترة طويلة، ولكن للأسف الشديد لم يتم الاستجابة لهذا، مش عارف لسبب من الآخر. أيضا ممكن نقوله في هذا اللقاء يفترض الحقيقة يعني من خلال معايشتنا لهذا العمل، يفترض أن الدولة يكون عندها مخزون استراتيجي أقل شيء لمدة 6 أشهر أو 3 أشهر. يعني للأسف الشديد الآن نفاجئ في اللقاء اللي تم مع أصحاب المطاحن وكيل وزارة الاقتصاد أن قضية المخزون الاستراتيجي كل أصحاب المطاحن أدلوا بصوت في هذه المسألة وقالوا ما فيش مخزون استراتيجي، وهذه مسألة خطيرة جدا. يعني من هذه المنابر ومن هذا المنبر الإعلامي نتوجه بشكل مباشر إلى السيد رئيس المجلس الرئاسي، يفترض أنه يكون هناك جسم يتولى قضية توريد القمح، يعني أسوة بالدول المجاورة والدول الصديقة وبعض دول العالم، هناك يعني جسم يتولى توريد القمح حتى يتم توحيد نوعيات القمح اللي هي تطحن داخل مطاحن في الدولة الليبية لتوفير احتياجات المخابز. نعم. ممكن نضيف حاجة أخرى لحسب ممكن وسائل الإعلام الموجودة الآن أمامي، حضرت معنا الإشكالية اللي حصلت في 2018 نفس الشيء، حصلت أزمة زي الأزمة هذه والحقيقة عانينا منها الكثير، وللأسف الشديد تم فتح اعتمادات برسم التحصيل للإخوة أصحاب المطاحن، لبعض أصحاب المطاحن وليش أجلهم، ولكن للأسف التدين كان الاستعمال عملية الدقيق كانت الحقيقة غير جيدة، وتم تخصيص مبالغ كبيرة من ضمنها الشركة العامة للمطاحن تعتبر شركة الدولة حوالي 75,000 طن، ولم تصرف منها لأصحاب المخابز إلا القليل، قد يكون الربع تم صرفه والباقي تم تناوله كله في السوق المواجهة وأيضا بعض المطاحن الأخرى. وننبه لهذه المسألة في هذه المرحلة وفي هذا الظرف بالذات، إذا كان هناك استجابة وطنية من المسؤولين داخل الدولة الليبية يتم توريد القمح بشكل مباشر عن طريق أي جهة تراها دولة مناسبة لهذا العمل، ويتم توزيعه وفقا لآلية معتمدة من غرفة التجارة والصناعة، الاتحاد العام للحرفيين، النقابة العامة للمخابز، جهاز الحرس البلدي، وزارة الاقتصاد، ويتم توزيعه على المخابز العاملة وفق الإجراءات المتفق عليها في هذا الشأن، وفق الكمية. يعني لا نسمح مرة أخرى ما حصل في 2018 ويتم التلاعب بكمية الوقود وبكمية القمح الموردة من قبل يعني أصحاب المطاحن، وهذه مسألة خطيرة جدا. حتى المخابز مرت بعدة الحقيقة إشكاليات وعدة عواقب، منها تعاني في مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، تعاني في مشكلة عدم وجود الوقود في الفترات الماضية، ولكن عندما تولت النقابة العمل في عملية الوقود الحمد لله بفضل الله وبفضل الناس الطيبة والشكر والتقدير، الآن نوجه للسيد رئيس شركة الراحلة للخدمات النفطية على ما قاموا به من توفير الوقود لأصحاب المخابز. وعلمنا بالأمس تحديدا هناك إشاعات الحقيقة تروج بأن نقيب الخبازين يحرض في لجان المتابعة والتوزيع على عملية عدم صرف الوقود للمخابز المفتوحة. بالعكس احنا بالامس والامس واليوم عندنا سيارات طالعه من المستودعات ونوزعوا في المخابز، وهناك بعض المخابز نذكرها بالاسم رفضت حتى استلام الوقود لنا، يعني خزاناتها معبيه بالوقود. طبعا هذا يعني ارى فيه نايب بشروطه اللي هو الاستمرار لمده شهر، لان الشهر اليوم اللي خشت يعني ما تقول ف
جبت لي بعد اصحاب المخابز قالوا لنا انتم افتحوا وبيعوا كما تريدون. هذا الرئاسي، هذا عيب الرئاسي. الرئاسي يصدم لك. تم الاتفاق على تشكيل لجنه ازمه لمتابعه تطورات رغيف الخبز بغرفه التجاره والصناعه طرابلس. ثانيا تم الاتفاق على التواصل مع مثرب مركزي، وتم التواصل من قبل اخونا وبارك الله فيه السيد محمد قدح مع المحافظ، وبعون الله حنلتقي مع المحافظ ونحاول تدليل هذه المشكله او حل هذه المشكله في اسرع وقت وتوفير الدقيق اذا كان امكن ذلك. طبعا اتفقنا على من البارح اتفقنا على المخابز في كل البلديات تفتح، طرابلس وكوبا تفتح بشكل مباشر وتقدم خدماتها للمواطن بشرط البيع ب3 دينار وليس ال4 دينار. ال4 دينار كانت التسعيرة وفق الأسعار السائدة اللي قلنا أدنى مستوى 138 وأعلى مستوى 150. الآن أدنى مستوى في عملية أسعار الدقيق، معليش سامحوني شوية، أدنى مستوى في سعر الدقيق يعني ب 192 دينار وأعلى مستوى وصل أمس إلى 220 دينار. بأي حق الخباز اللي يخدم لك الأربعة؟ من يتحمل الخسارة؟ من يتحمل الخسارة؟ طلبنا بشكل آخر أن الدولة المجلس الرئاسي ولا وزارة الاقتصاد أو أي جهة لها علاقة بهذا الموضوع تتولى دعم هذا المبلغ اللي هو يعتبر فرق بين السعر اللي موجود في التسعيرة والفرق اللي في السوق الموازي. وبيحطه ب6 دينار؟ نعم. إيه؟ ما أثير حوله هناك مخابز تبيع ال4 دينار ومخابز تبيع ب6 دينار مخابز تبيع ب4 دينار. نؤكد من خلال وشيكم الإعلامية أن هذا الإجراء غير صحيح، وأن الرغيف وزنه لم يكون وفق التسعير المحددة، وهذا يعتبر كلام مخالف للقانون. تحايل على القانون. نعم، تحايل على القانون. وها هو دليل قاطع، هذا الرغيف الآن ما فيش حتى 40 ولا 50 جرام. يعني خلينا نكونوا صادقين، احنا بنلزم المخابز بوزن رغيف يكون وزنه 100 جرام وفق التسعيره، لكن بشرط نخدم ثلاثه ما نخدمش باربعه، نعطي حق المواطن لغايه ما تنحل المشكله، واحنا قد يكون المشكله تنحل في شهر في شهرين في اسبوع ان شاء الله، بدي منها بكره تنحل. لو بكره السعر الدقيق يرجع زي ما كان عليه قبل تحديد سعر صرف، المخابز كل جل المخابز حتكون تبيع ال4 دينار وفق التسعيره وزاره الاقتصاد. المواطن مصلحته في الان امام المسؤول بحيث انه يلتزم به، لان هذه مشكله ماهيش مشكله الان انت قدرت لها حل فوري، المشكله خلاص نهائيه. فشو اللي حصل بالامس؟ طبعا وسائل الاعلام تتهم باتهام مباشره، من ضمنها واحد من وسائل الاعلام قال انت اللي قمت بعمليه قفل المخابز، هذه معلومه خطا.